من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل حزن إذا شئت سهلا وبعد. فيقول الله عز وجل: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. هذا جزء آخر يضاف إلى ما سبق من الحديث عن مآلات الناس يوم القيامة، وما ذكره الله تعالى من مصائر أهل الجنة خصوصا، وما متع الله به أهل الكرامة من نعم سبق بسطها والحديث عنها فيما سبق. ثم يقول الله تعالى: فذكر، يأمر نبيه بهذا الفعل بالتذكير. والفعل من حيث هو أمر كأنه يقصد به في الغالب إحداث ما ليس موجودا، إيجاد فعل لم يكن موجودا. وهذا الفعل في هذا الموضع ليس على هذا النحو، أي حينما يذكر الله تعالى نبيه ويأمره بأن يذكر الناس، ليس معنى ذلك أنه لم يكن يفعل ذلك. حينما يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فهو يثبت لهم الإيمان ويأمرهم به. معنى ذلك أن هذا ليس فيه إنشاء، معنى إنشاء الفعل، وإنما فيه معنى الاستمرار عليه والبقاء عليه. أي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصر يوما في التذكير، ولا توقف ولا تراجع ولا تلكأ ولا تأثر بشيء مما يقوله الآخرون، ولكن مع ذلك هو يؤمر الآن بأن يذكر. بلغ، كان يبلغ، فقال الله له بلغ، معنى ذلك أنك تستمر في الفعل. وقد بينت لكم في بعض المرات أن الأفعال لا يكون مقصودا بها كلها دائما الإحداث، قد يكون المقصود بالفعل الإباحة فقط، و الأمر يتردد بين معاني كثيرة، ومنها أنه حينما يرد بعد النهي خصوصا يكون مصروفا إلى الإباحة. تمنع الإنسان من فعل ثم تقول له افعل، فهو لم يكن ينتظر إلا أن يباح له ما كان ممنوعا، فإذا قلت له افعل فقد جعلته في حل وجوزت له ما كنت قد منعته عنه. لا تأكل طوال نهار رمضان، نهار رمضان، فإذا أذن المغرب فأكل، ولكن معناه الفعل فيه إباحة ما كان ممنوعا، غير محل الصيد وأنتم حرم، فإذا حللتم فاصطادوا. هذه من الأشياء التي يضبط بها الفعل، فعل الأمر، حتى لا يقع الالتباس أو الاختلاف أو الوهم في هذا الفعل، لأن هذا الفعل فعل هو المتكرر تقريبا في نصوص الشريعة الإسلامية. الشريعة جاءت دائما تقول افعل ولا تفعل، ولكن حينما يقع لنا الخطأ في فعل ونتصور أن كل فعل هي إنما هو فعل لإيجاب ما فعل أو لإحداث فعل، يقع كما قلت الوهم ويقع الخطأ. يقولون إن الفعل إذا كان موجها إلى مكلف وكان للمكلف وازع لذلك الفعل لم يكن الفعل للإيجاب. إذا أمرت مكلفا بفعل وهو في ذاته كان له وازع ودافع لذلك الفعل، فإن الفعل هنا لا يكون المقصود به هو الأمر أو الإيجاب، لأن للمكلف من داعية نفسه ما يدفعه إلى الفعل. الفعل في بالنسبة للمكلف هو فعل محبب يتجه إليه المكلف بغريزته بفطرته بطبيعته، فإذا قال له الشرع افعل ليس معنى ذلك أنه يلزمه به أو يوجبه عليه، لأن الفعل متوجه إليه بغير هذا الأمر، وإنما فيه معنى آخر. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فل تزوج. قالوا:
إن الفعل في فليتزوج ليس مصروفا إلى وجوب الزواج، لأن الإنسان الشاب له في نفسه رغبة وداعية للزواج سواء كان رجلا أو امرأة، ولكن إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتزوج لا يصرف دائما هذا الفعل إلى وجوب أن يتزوج، لأن الإنسان هو نفسه هو بطبيعته بغريزته بفطرته ميال إلى الزواج. هذه قاعدة أصولية ذكرها العلماء، من خلالها نفهم بعض الأوامر لئلا يقال مثلا إن كل فعل من هذا القبيل فعل الزواج، كما سبق في لبعض الإخوة حينما طرح هذا السؤال أن فعل الزواج معناه يجب على الإنسان يتزوج، والحق والشأن أن الزواج فيه أحكام خمسة، قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما. لما يتزوج الإنسان إذا كان غير قادر على النهوض بشأن المرأة مثلا، فيه عجز جنسي مثلا، أو عدم القدرة على الإنفاق عليها لتطلب لتتزوج اليوم وتطلب غدا بالطلاق أو التطليق بسبب الإعسار مثلا. فهذا الأمر ليس هكذا أننا نوجهه توجيها واحدا، بل الفعل يختلف بحسب، أي الزواج يختلف بحسب أوضاع الناس وأحوالهم، والذين لا يفهمون هذا لا يفهمون إلا أن الفعل واجب وينتهي كل شيء، وكل من لم يفعل ذلك فهو مخالف للشريعة الإسلامية، وهذا هو سبب من أسباب التعنت والانحراف في فهم الشريعة الإسلامية، لأن الناس لا يعرفون إلا توجيها واحدا للفعل هو هذا الذي يعن لهم أو يظهر لهم أن كل فعل ساقه القرآن أو ورد في السنة ليس له فيه إلا معنى افعل، وليس له في افعل إلا معنى الوجوب، بمعنى لا يتحدثون عن مندوب ولا يتحدثون عن مستحب ولا عن أي شيء، كل ما قيل فيه افعل فهو الوجوب، وكل ما قيل فيه لا تفعل فهو الحرام، بمعنى أن باقي أحكام الشرعية أو أقسام الحكم الشرعي كلها معطلة، فلا حديث لهم عن الكراهة ولا حديث لهم عن الندب ولا حديث لهم حتى عن الإباحة. أنا ذكرت لكم حتى الإباحة قد يرد فيها فعل افعل أصطادوا، إذن فهذه الأفعال البواقي، وهذا مسلك من مسالك الغلو في الدين والتشدد فيه، حينما تنقسم كل الأحكام تزول كل الأحكام وتبقى دائما قاصرة على أو مقصورة على أمرين، على وجوب وحرمة، بمعنى أن حينما تقول هذا الفعل مندوب أو الفعل مستحب أو الفعل مكروه، أي في الصلاة نفسها، في الصلاة فيها درجات في فعل ما هو ركن وما هو واجب وما هو مستحب وما هو مندوب من أفعال الصلاة، أي أفعال الصلاة ليست على نحو واحد، وما يفعل الناس كذلك في الصلاة من المخالفات ليست على نحو واحد، فمنها ما يبطل الصلاة ومنها ما هو مكروه في الصلاة ومن إلى غير ذلك من الأشياء التي بها المعنى. إذن فقول الله تعالى لنبيه ذكر ليس فيه معنى الإنشاء، فيه معنى الإبقاء أو البقاء والاستمرار على الفعل، على فعل قائم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به ويفعله، فقل الله تعالى فذكر. طبعا لو أخذ الإنسان بغير هذا الأهل قال أمر الله نبيه بأن يذكره، أمر الله نبيه ظاهريا من حيث الفعل أمر الله، ولكنه هو في الحقيقة لا يأمره باستحداث فعل لم يكن يقوم به، لأن هذا لو قيل به لكان شيئا آخر، أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقصرا، وهذا يوجه إليه لينتبه على أساس لا فذكر. إذن هذا المعنى فذكر، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، كأن هذا النص يريد أن يثبت النبي صلى الله عليه وسلم، يؤمره الله تعالى بالتذكير، ولكن هناك أشياء تحوم حول هذا الموضوع، هناك تهم، هناك أشياء يلقيها الكفرة والمشركون على في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأشياء ربما تكون مضعفة في الأصل أو بحسب النفس الإنسانية مضعفة للتذكير، كأن الإنسان يذكر
ويدفع الناس إلى الخير، ولكنه في المقابل يسمع تهما، إنه كاهن، إنه مجنون، إنه شاعر. هذه أشياء قيل بها، كان الناس يقذفون بها في وجه الحق. فلعل من الأشياء التي تؤثر في نفس الإنسان فيخفت التذكير هو بقاء هذه التهم. فلذلك يقول الله تعالى: ذكر واستمر في التذكير، لا عليك، فلست أنت كاهنا ولست مجنونا ولست شاعرا يتربص به أن يصيبه ريب المنون. إذن يريد الله تعالى من محمد صلى الله عليه وسلم ألا يستقر في قلبه أي شيء مما قيل، فهو ليس كاهنا ليس مجنونا. لكن حينما أراد الله تعالى أن ينفي عن نبيه هذا، والله هو الأعرف بعباده وهو ينفي هذا، فقد ساق هذا النفي بأسلوب عربي قوي فيه معنى تكريم النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أن الله تعالى قدم المسند: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فتقديم هذا الأنت هنا في هذا الأمر فيه معنى الاهتمام بأنت بمحمد صلى الله عليه وسلم، والأمر يتعلق بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك ذكره أسبق مما لو جاء الأسلوب على نحو آخر. ما أنت بمجنون، ما أنت بمجنون جملة اسمية أقوى في الدلالة مما لو كانت فعلية. أمر الثاني تقديم المسند، إيراد الجملة الاسمية، ثم إيراد النفي المقترن بالباء: ما أنت بمجنون. ما أنت مجنون هذه كافية في النفي، ما كافية في النفي، لكن ما أنا بمجنون يآكد وأوثق. ولذلك هذه الباء تعرب من حيث الإعراب، يقال إنها باء حرف جر زائد، ولكنها من حيث المعنى ليست زائدة، وكلام الله ليس فيه الزائد، وإنما فيه معنى التوكيد. فإذا قلت ما أنا ضارب في لغة العرب وقلت ما أنا بضارب لم يكن المعنى واحدا، فالأولى فيها مجرد النفي فقط، في الثانية نفي وتوكيد نفي، فإذن فهما أمران: ما أنت مجنون، ما أنت بمجنون. ثم في هذا في هذه الجملة تقديم حال بنعمة ربك. ما أنت أي ما أنت مجنون، ما بين المبتدأ والخبر، ما أنت مجنون، ولكن جاءت هنا جملة حالية، جملة اعتراضية: ما أنت بنعمة ربك، بسبب نعمة ربك، برحمة الله بك. هذه الجملة الاعتراضية كأنها فيها سبق، أي الأصل في دائما في الكلام أن يأتي المبتدأ ويعقبه الخبر، لكن قبل أن يرد الخبر جاء القرآن ليقول بنعمة ربك، فهي تعجيل المسرة، هذا تعجيل المسرة لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان الكلام ما أنت بمجنون لكان الأمر فيه نفي، ما أنت مجنون فيه نفي، ما أنت بمجنون فيه نفي وتوكيد النفي بالباء، فيه ما أنت بنعمة ربك بمجنون هذه إضافة أخرى فيها تقديم المسرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أن ما به من أحوال إنما هو من لطف الله به ومن رحمة الله به ومن نعمة الله عليه. فالله تعالى يثبت عليه أنه أنعم عليه بنعم، ومن نعم الله عليه أنه ليس كاهنا وليس مجنون ولا شيئا ما يقول الآخر. فلاحظوا أن هذه الجملة فيها كثير من مظاهر وإشارات العناية بمحمد صلى الله عليه وسلم: ما أنت مجنون، ما أنت بمجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما أنت أي المبتدأ والخبر، كل هذه الأشياء تقويات، وإلغاء لهذا الأمر
الذي هو الكهانة والجنون، أي مستبعد أن يكون ذلك شيئا مما يوصف به محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه رد، هذا رد على دعوة لم يذكرها القرآن الآن. قالوا كاهن، قالوا مجنون، ولكن في آيات أخرى. والذي يدل على أنهم كانوا يقولون هذا هو قوله سبحانه وتعالى فيما بعد: أم يقولون شاعر، يقولون كاهن نترب، كاهن مجنون، أو يقولون. إذن فهذا كله مما قيل، ولكن الأول ما قيل في الأول لم يذكر الله تعالى أنه قيل، إنما أجاب مباشرة: أنت لست كاهنا، أنت لست مجنونا. أم يقولون فيه إرداف لقول ثالث، وهذا يدل على أن الأول والثاني كاهن مجنون هما مما قيل به. أم يقولون شاعر، هذه مسألة أخرى. إذن فكان هؤلاء يقولون كاهن، وكانوا يقولون مجنون. الكاهن عالمه عالم آخر، وعالم الافتراء على الله والدخول فيما لا يستطيع الناس أن يطاولوه فيه. من هو الكاهن؟ الكاهن يقول كلاما يوحي بعباراته التي ليست قطعية، ظنية، بأنه يعلم ما لا يعلمه الناس من الغيب، وهو في علمه ذاك متعلق بما مضى، في مقابل العراف الذي يتعلق علمه وكلامه بما سيأتي. الكاهن هو غير العراف، الكاهن يتحدث كأنه يزمزم ويذكر كلاما بعضه مفهوم وبعضه غير مفهوم، وغير صريح في كل الأشياء، على أنه يفهم أشياء وأنه كذا، مثل ما يفعل الآن هؤلاء المشعوذون الذين يزورهم الناس. امرأة قد تزور مشعوذة أو امرأة من هذه فتجيبها بكلام فضفاض، امرأة كبيرة طويلة، شخص وراءك يحسدك، شخص هي لا تستطيع أن تقول لها إن كانت هذه المرأة اسمها فاطمة ولا، لأنها لا تعرف شيء، امرأة كبيرة صغيرة، شايف كذا ولا كذا، مدير لك شي حاجة، مدير لك عمومات. كل الناس يدخلوا في تلك العمومات، كل الناس يدخلوا في تلك العمومات، أي واحد تبغى تدخله تدخله. أنت راك محسود، أنت في محسود، علاش حاسدين؟ أنت قاعد في جدر الحيط، علاش تحسدك؟ وأنا كنشوف واحد في الزنقة تقول له أنت راك محسود، راه كاين اللي باغي يقتلك، كاين اللي باغي يدي لك رزقك، وكاين اللي باغي كذا، ويطيح على واحد السيد كان بعد ناويها فيه. فتجي هي هذيك، تجي هي هذيك، وراه كذا وكذا. ولذلك هم كلامهم مما يسميه الفقهاء لغة التمريض، تمريض، تمريض ما فيش جزم، أظن أحتمي هكا تمريض، ولكن مش ليس فيه قطع، لأنه كيقطع الصباح يبان ويعطي العمومية ويخلي لك شي واحد كان يقول الله يخليك انت ايش قلنا احنا غادي بغينا نعرفوا دوك الناس اللي يبغوا يعرفوا كلش واش الفريق ديالنا غادي يربح ولا يخسر، ما يجاوبش. علاش؟ باقي 3 ايام يتفضح ولا 4 ايام غادي يجي في الارض، ما باين، ما يجاوبش في هذه الاشياء، لان هذه واضحه، راه كاين كذا وكاين شي امور وكاين واحد الى واحد، لان هذوك والناس فيهم كلهم هذا الخوف. ناس يخافوا من الخيال ديالهم، يخافوا من كل شيء، لانهم لا يخافون الله، ما يخافينش الله، كل حاجه تخوفهم. وذلك مشات عند واحد المراه وقالت لها باللي كاينه وكاينه 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 وكاينه. فهذا طبعا هذا امر يتعلق بالكهانه والعرافه. ولذلك قطع الاسلام هذا دابر هذا، وقال رسول الله: من اتى كاهنا او عرافا وصدقه زيد فقد كفر بالذي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى الامر، انتهى الامر. ولكن كاين اللي كهانين وكاين اللي هكذا وكاين اللي شي شويه من جهات اخرى، كاين شي حاجه اخرى ماشي كهان عارف، لكن يزعمون انهم يعلمون الغيب وانهم يتصرفون في العباد وانهم وانهم. والناس ضعفاء، الناس ضعفاء، ضعفهم يجيئهم الى او يدفعهم الى ان يصدقوا بهذه الاشياء، ولا فاعل في الكون الا الله. نعم. اذن هذا الكاهن عباراته غير 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 مفهومه، غير واضحه. هؤلاء يقولون
محمد كاهن. هذا كلام قاله شيبة لأبي ربيعة، قال محمد كاهن. لماذا؟ لأن كلامه يشبه كلام الكهاني، لأننا لا نفهم كلامه. والذين كانوا ينصفون من المشركين قالوا لقد سمعنا الكهنة والعرافين فما وجدنا كلامه مثل كلامه. كلام الكاهن غموض وكلام القرآن وضوح. القرآن ليس فيه شيء من المعمى، القرآن أحكام واضحة جلية يقبلها العقل. القرآن يدعوك إلى فعل كذا وكذا 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 فتقوم وقد فهمت. الكاهن يعطيك كلمات غير مترابطة، يرسم لك رسوما في بعض جداول يدير الجدول حاء نون كذا عين يصوره، بمعنى أنه التعمية هي الأصل. القرآن هو عكس ذلك، كلام مبين. فهذه سخافة أن يقال في القرآن إنه كلام كاهن، سخافة. ولذلك ردها العرب أنفسهم قالوا لقد سمعنا زمزمة الكهان فما هو بزمزمة الكهان، لأن الكهان يقولون كلمات غير مفهومة، مقطعة، أسماء غير معروفة، يتظاهرون بأنهم يتعاملون بأسماء جن وإلى غير ذلك من الأشياء، مما يدخل الرهبة في الآخرين فقط، فاسترهبوهم كما سبقا بينت لكم ذلك. هذا واحد. إذن فهو ليس كاهنا، ليس أيضا مجنونا. هذه دعوة الجنون أيضا أطلقها أناس آخرون، قالوا هو مجنون. وكل إنسان يقول كلاما يعجزك أن تطاوله وأن توقفه وأن ترده، يكون أسهل السبل أن تقول هو فلان، تكون هذاك فلان، هذاك فلان غير هبيل، هذاك مجنون، صافي غير هبيل. هذاك هو الجواب السريع، الجواب السريع الذي لا يكلف صاحبه شيئا، أن تقول للناس إنه قد يكون الإنسان مجنونا. نعم، قد يكون أي إنسان مجنونا، لا يوجد في مجن، ولكن قد يكون نابغة لا تستطيع أن تفهمه، قد يكون عبقريا لا تستطيع أن تصل إلى مستواه، فتكون أنت أولى بصفة الجنون منه. القرآن أرد في أكثر من حيز هذه الدعوة، أردها لأنها واضحة. أن تقول مجنون في كل إنسان، كل واحد يخالف يقول مجنون، يمكن تجد نفسك في عالم المجانين، كلهم مجانين إلا أنت اللي مش مجنون. كل شيء اللي قالك شحال أقول أنت مجنون وجيب مني مع راسك. يقول القرآن في رد هذا نون والقلم وما يسطرون، زيد ما أنت بنعمة ربك بمجنون، زيد وإنك لعلى خلق عظيم، زيد وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، زيد فلا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع الخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. لاحظ معنى هذا، أنت لست بنعمة ربك أيضا لست بمجنون، ولك أجر غير محسوب غير موزون كثير، وإنك لعلى خلق عظيم، أنت على خلق عظيم. ثم يقول الله تعالى لا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع الخير، أي ضد خلق، إنك لعلى خلق عظيم، ضدها تماما. ولن أن يصح لنا أن نضع مقارنة موضوعية. إذا وجدت إنسانا في هذه صفاته، كذاب نمام مشاء بنميم معتد يعتدي على الناس غليظ عتل زنيم، هذا الشخص الذي في هذه الصفات مناع الخير غشوم ظلوم في هذه الصفات ويقرها والعرب يقرها في نفسه والعرب يعرفونها، أمام هذا الإنسان إنسان آخر في قمة الأخلاق، أيهما يكون أولى بأن يسمى مجنونا؟ هل يكون المجنون في تاريخ البشرية هل مر مجنون في على خلق فضلا أن يكون على خلق عظيم؟ إذن كون النبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم دليل على كونه على عقل عظيم، إن الأخلاق العظيمة تنبثق من عقول عظيمة،
والأخلاق الهابطة تفرزها عقول سافلة ساقطة. إذ لاحظوا كيف رد القرآن هذه التهمة من خلال هذا الاستعراض: أنت لست مجنونا وصاحبك هذا فيه هذه الصفات، فإن يكن أحدكما مجنونا فصاحب هذه الصفات. لا تطع كل حلاف مهين هماز مشاب نميم مناع الخير معتاد عتل وزني. إذن فهذا رد قرآني على هذه الدعوة. إذن دعوة الجنون كأن الناس كانوا يتخلصون من هذا الذي يحرجهم. الإسلام كان واضحا، كان جليا، ودعوة محمد كانت جليا، كانوا يحاولون أن يجدوا أي جواب، والجواب السهل أن يقولوا إن محمدا مجنون. نعم، هل هو مجنون؟ بكل الشواهد ليس مجنون. الذي ينشئ حضارة لا يمكن أن يكون مجنونا. الذي يوجد أمة كانت معدومة كانت غير، لا يمكن أن يكون مجنونا. الذي يقضي بالحق لا يمكن أن يكون مجنونا. الذي حمل البشرية لا يمكن أن يكون مجنونا. الذي حمى الناس وحافظ حقوقهم لا يمكن أن يكون مجنونا. أنت ترى كل مرة يقع فيها البعد عن الهدي الذي جاء به محمد تكون هناك بعد ذلك كارثة. في هذه الأيام يقال في إسبانيا الآن بعد الأزمة، شيء مشكلة الأزمة، إذا كانت الأزمة موجودة ويتقاسمها الناس فهي قدر الله تعالى، ولكن الأزمة مشكلة هي أن الناس يطردون من بيوتهم. الآن وقعت عملية ارتجاج، وربما رأيتم أنتم بعض الاستطلاعات يقولوا بعض الناس نحن لا نبكي على أننا أخذت منا المنازل، خرجونا من ماشي هذيك مشكلتنا، أن الدين ما زال مستمر، دين الدار ديالو يبقى، وما زالت أي يشتغل أي مرحلة في عمره في أي أجرة تأخذ الأجر ديالو، بمعنى استعمرت تماما، والبنك يتفرج مع راسك. تعرفتوا هذا الشيء الآن، لأن قامت الآن انتفاضات في بعض المدن، وقالت بعض البنوك أيوا ندير لكم الدار وما نزيدش نتبعكم. هما يقول الآن لا، نحن لا نسألكم عن قضية البيت، غير دي البيت، أنا نبات الشارع، ولكن ما تبقاش تطالبني. يقول ندير لك البيت ديالك ونزيد نطالبك، علاش؟ هذا هو اللي اتفقتوا عليه في البداية، هذا هو المشروع الرباوي. هل الربا في خير؟ لما نقرأ على هاد الناس إسبان الآن وخا ماشي مسلمين، لو كان نقرأ عليهم آيات ديال الربا ينكرون القرآن؟ يقول لك القرآن كان رحمة. ها؟ وكل مرة نخرج عن ونحيد عن الشريعة يكون هناك شيء غريب جدا. وإحنا الآن كل هذه الأشياء التي نجدها الآن من تخلف ومن ضربات ومن تفكك ومن كله نتيجة لمخالفات معروفة، أين وقعت ومتى وقعت وكيف وقعت. إذن فهذه الدعوة دعوة الجنون، دعوة ساقطة. إذا كان الوليد بن المغيرة ولا كذا يقول بأن محمد مجنون، أو محمد أنشأ أمة، أنت شدرت الهدرة وصف. لماذا يذكر الله تعالى هذا دائما؟ هذا ليس يعني النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى من أن يكون كاهنا ولا عنده اللي يستطيع يقرأ غير القرآن. إلا استطيع فهم القرآن هو واحد من كبار الأذكياء باش يقول محمد أنت لست، هذه هدرة لا قيمة لها، ليس لها مكان. لماذا؟ ولكن مع ذلك القرآن يسجلها. لماذا؟ تعرفون لماذا؟ لأجل أن يقول القرآن للناس فيما بعد: أيها الناس، إن قيل فيكم شيء من هذا أو أكثر من هذا أو أقل من هذا فقد قيل في نبيكم هذا. فالإنسان لابد أن يخالف الناس حينما يدعو إلى الله، يخالف الناس، سينزعج الآخرون فيخالفونه، سيجدون شتى المبررات لأجل أن يقولوا بأن هذا الشخص غير عادي غير طبيعي. طبيعي لأنه لا يقول بأقوالهم، فيقولون كان أول حكم هو مجنون. مجنون لم تعد بهذه العبارة تقريبا، لم ربما تصرفها الناس يصرفوها لكم، يقول لك أنت متخلف، هي مجنون صغير، أنت متخلف،
رجعي، ظاهري، ظلامي، وزيد قنطر، وكلها بنات مجنون، صيغ جديدة لمعنى مجنون. هذه الكلمة مجنون لماذا يلجأ إليها أعداء الإسلام؟ من أجل أن يقطعوا الطريق على الإسلام وعلى المسلمين. فمن قديم كان الناس يقولون للنبي نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أنا أناس سطحيون، هذا قديما، ماشي معكش العقلاء، العقلاء هم اللي معنا احنا يعني. ها؟ فلذلك كلما اقترب الإسلام من شيء قال الناس شنو هذا اللي كنت ديروا هذا؟ سوف يقع الآن في العالم الإسلامي حكومات ويكون توجهها إسلامي، هذه الحكومات ليست ناضجة، هذو أشخاص ليس لهم عقل إداري، ليسوا مؤهلين، وانتم سي محمد لمؤهلين ومزوينين وملاح وغرقتوا البلاد ديالكم في الجهل وفي التخلف، و 50% ديال الأميات داك ماشي انتم ديالكم، هذا كله شكون منين نزلت؟ هناك ناس يتحدثون كأنهم كانوا غائبين، لا الناس المتدينين لا سطحيين ما يعرفوا شيء، ما يفهموش ذاك الكلام ديالهم، ماشي حداثي، أرواح الحداثي اللي غرقتها اللي كانت تهضر، هذا كلام تعرفون هذا في كل، وهذا هذه عقدة، هذه عقدة موجودة في أنفس الناس، أن من كان مسلما، أن من كان متمسكا بدينه لا يمكن أن يكون متخلفا بطريقة من الطرق، فهو لا يصلح للإدارة، لا يصلح للتسيير، لا يصلح لتوجيه الحياة، هو ظاهري سطحي غير عميق، ليس له قدرة على التحليل وما أشبه، جيبوا قناطر من هذه الصفات كلها الآن تلقى في الشارع، ولكن هي كلها مستلة من هذا القول الأول هو مجنون. إنها الناس لا يعنيهم أن يكون ما يقولون صحيحا أو ليس صحيحا، هذه أسلحة في الحرب، الذي يقول لغيره أنت مجنون يعلم أنه سيد العقلاء أعقل العقلاء، ولكن لابد أن يقول له شيئا، قل له مجنون لتستريح من دعواه، لتخرج راضيا، لترضي نفسك، هذا فكه. أما أن يكون ذلك كلام صحيحا فليس صحيح. وإذا قيل هذا عن محمد صلى الله عليه وسلم فمن لا يمكن أن ينجو من هذا؟ من يمكن أن ينجو؟ هو القمة في الأخلاق، القمة في 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 الحصافة، في كل شيء. هم الناس كانوا يقولون له أنت أنقذتنا يا محمد مرات قبل النبوة، لما كان يأتيهم الناس على مشارف الخلاف حينما اختلفوا أين من يحمل الحجر، كان محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أنقذ الناس. هل كان مجنونا يومها؟ هل كان مجنونا لما فعل ذلك؟ وليست هذه أول مرة، مرات يتدخل بعقل راجح ويصبر على الناس ويؤذى فلا يجيب، هل كان في كل الأحوال ديالو كانت كل موقف منه كان يدل على حصافته وعلى كبر عقله، ولكن هذه العناد لابد أن يكون. إذن فلهذا يقولون كاهن مجنون. ثم يقول فيما بعد أم يقولون شاعر، هذه مسألة أخرى. الذي يعنيك ما هو من هذا؟ أن المشركين ما كانوا يستطيعون أن يستقروا على تهمة واحدة، فهم ما كانوا مجتمعين على أنه كاهن لأنهم يعرفون أن ذلك ليس سليما، ولا كانوا قادرين على أن يأتلفوا ويجتمعوا على أنه مجنون. فالبعض يقول كذا والبعض يقول كذا، لأنهم أساسا يعتقدون أن ما يقال ليس سليما، لأنه لو كان هناك وصف موحد ورأي موحد وشيء بارز ما اختلفوا فيه، لم يختلفوا في أنه رجل أو أنه إنسان لأن هذا واضح، ولكن حينما يقول هذا كذا والآخر يقول كذا والآخر يقول شاعر والآخر يقول كذا، هذا الاختلاف في ذاته يدل على تصدع، يدل على اهتزاز، يدل على اضطراب، يدل على أنهم ليسوا على شيء، ليسوا على شيء. وهذا التنوع كأن المقصود فقط هو التخلص من هذا النبي مما جاء به من القرآن. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المن، هذا
هذا قول آخر كذلك حكاه الله تعالى ولكن جعله في سياق آخر. أم يقولون، أم هنا ليست بمعنى الإضراب، وفيها إنما فيها معنى الاستفهام. هل وهو ليس استفهاما على وجهه، استفهام إنكاري، هل يقولون، هل يقول هؤلاء محمد شاعر نتربص به ريب المنون، هل يقولون هذا؟ طبعا هم يقولونه، بل هم قالوا، ولكن القرآن يريد أن يجعلهم يقرون بهذا ويقول أم يقولون. ويقال إن أم في سورة الطور كلها بمعنى هو السؤال، في سورة الطور كلها فيها معنى سؤال، إما سؤال حقيقة أو إنكاري. أم يقولون شاعر، هل يقولون بأنها محمد شاعر؟ فإن يكون شاعرا فنتربص به ريب المنون. الريب في الأصل هو الشك، الريب الشك، كل شيء يضطرب فيه الإنسان يسمى ريبا. والشك أو الريب فيه معنى الاضطراب. الصدق، الصدق في الخبر اطمئنان، والشك ريب، أي صاحب أو الشاك أو المتردد فيه اضطراب ولا يستطيع أن يستقر على شيء، ليس له هدوء. لكن الإنسان حينما يعلم الحقيقة كما هي ويزول منه الشك يأتيه اليقين ويأتيه الهدوء والسكينة. فمن هنا سمي الشك ريبا. وفي القرآن، في جميع سور القرآن كما قيل، كما يروى ذلك وكما يزى ذلك إلى ابن عباس، كل سور القرآن التي فيها مع الريب فيها معنى الشك، إلا الريب في آلة في الطور، إلا الريب في الطور فهي ليست بها ذلك المعنى. أي كل ريب في القرآن فيه معنى الشك، لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه. ولكن في آية أي طور هنا بمعنى آخر. الريب هنا هو ريب المنون، هو حدثان وتحرك المنون. المنون إما الموت وإما الظهر. المنون قد يطلق على الظهر وقد يطلق على الموت. فنحن نتحدث عن ريب المنون، عن حدثان المنون، أي الظهر له حوادث وأشياء تقع فيه، والموت كذلك هو أيضا حدث. فإما أنهم قالوا ننتظر ريب المنون، أي أن يأتي الموت فيأخذه ويخلصنا منه، هذا معنى ريب المنون بمعنى الموت، أو ننتظر ريب الظهر، والظهر قادر وكفيل بأن ينجينا منها، بأن يرحل عنا، بأن يمل، بأن يتراجع. الظهر فيه حوادث كثيرة وفيه وقائع كثيرة. إذن يقولون إذا لم يكن الأمر كذلك، إذا قالوا كاهن ولم يصدقوا، وقالوا مجنون ولم يكن ذلك وجيها، فلنقل شاعر. وشاعر ننتظر منه، ننتظر له أن يذهب فيذهب حسه وخبره. فقد ذهب النابغة الدبياني وذهب امرؤ القيس وانتهى أمرهما، وذهب الشعراء كلهم فانتهت أحداثهم ووقائعهم، لأن الموت في نهاية المطاف ينهي كل شيء. هذا معناه. يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أي لعل الموت أو لعل الزمن ينهي قصته وينتهي خبره بوفاته. كثير من الشعراء مروا فعلا وقالوا شعرا ثم نسوا، ونسي شعرهم وانتهت قصتهم. ما حفظ من شعر الناس في الجاهلية إلا القليل، ولو وصلنا كما قيل من شعر الجاهلية لوصلنا شعر كثير، بل إن الناس لا يعرفون الشعراء السابقين أصلا،
ناس من يعرفون من الشعراء؟ ها؟ يعرفون امرأة القيس، ومن قبل امرئ القيس لم يكن هناك شعراء؟ ويشيرون نبكي الديار كما بكى ابن خذام. ومن هو ابن خذام؟ لا نعرفه. وذلك يقال إن الشعر ضاع أكثره، وإنما خلد بعضه خصوصا ممن من الشعر الذي وجدت فيه قيمة فنية، أو الشعر الذي اهتم به أو كتب على المذهبات وكذا، هذا الذي حفظ. ولكن شعرا كثيرا نسي، وشعراء كثر نسوا. حتى في العصور الإسلامية قد تسمعون عن بعض الشعراء وتقرؤون عن بعض الشعراء لا تعرف من هو دعبر الخزاعي، ولا تعرف من هو ديك الجن، ولا تعرف من هو مثلا شاعر كوالبة بن الحباب أو مطيع بن إياس. أو بعض الشعراء نسوا، حتى بعد في العصور الإسلامية هناك شعراء لا يكاد يعرف الناس عنهم شيئا، وبعضهم لهم مقطوعات لا يعرف فيها، حتى شاعرها لا يعرف. هناك في المقابل شعراء ركز عليهم وعرفوا، أصحاب المعلقات، وهذا الشعراء الذين كانت لهم حظوة، والذين كان ربما كان شعرهم مثلا بالنسبة لعصورنا كان حافظ إبراهيم، كان شوقي، كان هؤلاء عرفوا. ولكن هذا لا يعني أنهم كانوا، هناك شعراء آخرين ظلوا مغمورين وماتوا وانتهى الأمر. إذن فهم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون وانتهي خبره. لكن هل هو فعلا شاعر؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له. لم يدعي محمد أنه شاعر، ولو ادعى أنه شاعر لحاسبه الناس بمقاييس الشعراء. الشعراء لهم قول معروف، أوزان، في أي وزن تضع القرآن، في أي بحر تضع القرآن إذا شئت أن تسميه شاعرا. هذه البحور التي فيما بعد ضبطت لها أوزان معروفة، ما هو وزن القرآن الكريم؟ وإذلك قالوا الكلام قرآن، شعر ونثر وقرآن. الكلام شعر ونثر وقرآن، ليس شبيها لا بهذا ولا بذاك. ولكن الناس لاحظوا حينما يكونون في قمة من النقد، في القدرة على النقد، والناس الذين يستطيعون أن يتحدثوا في الشعر، في بعض المرات تقع لهم زلقات فيقولون شيئا من هذا القبيل، يقولون بأن القرآن شعر، وهو ليس شعر بكل مقاييس الشعراء. الشعراء كانوا معروفين، وكان كلامهم معروفا، بل كانت معانيهم موزونة، وكانت ألفاظهم معروفة، وكان المحكمون، كان هناك أناس محكمون، ولبيد كان رجلا محكما في العرب، وكانت تنصب له خيمة ويعرض عليه الشعر، فيفاضل بين هذا الشعر الشاعر أو ذاك، ويقول لفلان أجدت، ويقول لفلان أسأت. أيضا ما كان يخفى على العرب الشعر، فكيف وصلوا وكيف تورطوا في هذا الأمر الذي خفي عليهم فيه القرآن بين أن يكون نثرا أو شعرا؟ لاحظوا ما الذي يدفع الإنسان إلى ذلك، هو الحسد والغيظ والحقد، يجعل الإنسان يقول كلاما لا يصدقه هو نفسه. إذن أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون أن ينتهي، ليس محمد شاعرا، ولو تربصتم به ريب المنون ما كانت لكم من خلاص بسبب ريب المنون، لقد مات محمد صلى الله عليه وسلم ولكن كلامه باقي، كلام محمد باقي، القرآن الذي جاء به محفوظ أفضل ما يكون الحفظ. إذن حتى هذا الذي قلتم بأنكم ستتخلصون من محمد بالموت لم يقع، بل إن وفاة محمد صلى الله عليه وسلم نبهت الناس إلى جمع القرآن، ثم نبهوا إلى جمع السنة، وكتبوا السنة وحفظوها ودونوها، ولم يقع لأمة من الأمم أن اهتمت بكلام نبيها وحفظته ووعته وصانته وضبطته مثل ما وقع للأمة الإسلامية. إذن هناك أنبياء ليس لهم كلام أصلا،
هناك أنبياء عاشوا رسل وكانوا ذهب كلامهم لم يحفظ أصلا، وهناك كتب حفظت بحسب العنوان ولكن ضاعت معانيها وضاعت لغتها كما هو معروف بالنسبة للتوراة والإنجيل. والقرآن هو الكتاب الوحيد الذي سلم من كل هذا، فهو حفظ غضا طريا والصحابة موجودون متوافرون. ثم قام الأثبات من العلماء ابتداء بن شهاب الزهري، الإمام مالك، الإمام بخاري، الإمام مسلم، ثم جماهير من علماء المسلمين الذين اشتغلوا على الحديث النص الحديثي كما لم تشتغل أمة أخرى، فتحدثوا عن الرجال وعن المدلسين وعن الوضاعين وعن الكذابين والمتروكين، وتحدثوا عن الثقات، وتحدثوا عن أصحاب البدع، وتحدثوا عن الحفاظ وعن الذين اختلطوا في آخر الأعمار، بمعنى أن ما فعل لا تفعله أمة في أي نص آخر. قمة ما يمكن أن يصل إلى الإنسان في التوثيق هو ما كانت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الذين يريدون أيضا أن يقصوا السنة دائما يلقون بالشبه إن فيها الموضوع، فيها السنة فيها موضوع وله كتب الموضوعات، السنة فيها الحسن وهناك كتب الحسن، السنة منها ما هو متواتر وهي هناك كتب المتواتر. فما الذي يغيظكم الآن؟ كتب الحديث الصحيح معروفة، وما كتبت الأحاديث إلا بعد غربلتها ونقدها وعرضها على الناس، ولما وضع البخاري الحديث عرضه على العلماء قبل أن يضعه، كان لبعضهم لابن المديني كذا كلام في أربعة أحاديث في رجالهم، والقول فيها هو قول البخاري. وذلك كان الناس يقولون إذا سمعت الحديث من البخاري فكأنما تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعتقد ذلك نهاية التقصي. الذين يريدون أن يتحدثوا في البخاري وغير البخاري ماذا يقولون؟ لقد تكلم في أحد الرجال، هذا هو عندهم، إنه لم يقل لم يكن قويا، لم يكن هذا الكلام لا يسقط الحديث السيئ، لأنه كما قال أحد العلماء من لم يتكلم فيه، لأنك قد تأخذ حديثا فيقول فلان من رواية فلان وقد تكلم فيه الحافظ الفلاني، نعم، ولكن من هو الذي لم يتكلم فيه؟ ألم يتكلم في الصحابة؟ ألم يتكلم في الأنبياء؟ إذن فما ليس كلام قولهم تكلم فيه بالكلمة التي تخيفنا أو التي تسقط الحديث، ولكن الرجل حينما يقول الناس فيه إنه وضاع وكذاب ومتروك الحديث فذلك الأمر أمر آخر، لأن الناس يختلفون في شرط في شروط القبول، في الضبط، في قبول الحديث. قد يقال إن مثلا محدثا معينا لا يقبل صاحب بدعة مطلقا، وهو البخاري لم يكن يقبل صاحب بدعة وداعي إلى بدعة من البدع التي كانت معروفة، ولكن قد يقال إن شخص آخر أخذ وروى عن رجل نسب إلى بدعة معينة وهو الذي يروي عنه هو شيخه وتلميذه، بمعنى أنه يعرف أنه لم في هذه الأحاديث لم يكن صاحب بدعة، فده عمل علمي كبير جدا. لأقول لكم بأن انتظارهم لم يكن في مكانه، إذا انتظروا أن يذهب محمد لينتهي حديثه وخبره فقد تقوى، وهو الآن يصل كل مرة يصل بأقوى مما كان. الآن هناك أماكن مواقع يمكنك أن تبحث فيها ما تشاء من الأحاديث، مصنفات الحديثية الآن كلها أصبحت مخزنة، أصبحت الآن مبذولة وموجودة. إذا كنت لا تستطيع أن تصل إلى حديث في المسند أو كذا ما عليك إلا أن تبحث عنه وتجده وتجد مصادره، أي أصبح الحديث الآن مبذولا أكثر مما كان مبذول في أي وقت مضى. بمعنى هذو الذين كانوا ينتظرون بمحمد ريب المنون نقول لهم قد خاب ظنكم، فما زال محمد صلى الله عليه وسلم يرقى يرتقي، ولا زالت شريعته تتضح، والله له في ذلك حكم وأسرار
وأساليب الدعم. أقول لكم الآن شيء، في كثير من الأشياء أي أحاديث أو أخبار أو كذا ما كان الناس يهتمون بها، ما كان الناس يهتمون بها. الآن يقوم سجال اجتماعي، سجال كلام فضوليون أناس متطفلون حاقدون على الإسلام كذا، يلقون كلاما يخطئون في حق أمتهم، في حق القيم، في حق ما تعتقده الأمة. فيقوم الناس من هنا من هنا من هنا من هنا، فترى أن أولئك كانوا سببا لنشر ما كان مطويا، ما كان الناس لا يريدون معرفته عرفوه. حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس في كان يدعو القبائل في مكة ويجلس إلى الناس في موسم الحج مثلا، لكنه لا يستطيع أن يصل جميع الناس وأن يبلغ جميع الناس، كان هناك النضر بن الحارث شيطان من شياطين العرب يجلس ويقول الناس لا يغرنكم أن محمد يقول كذا وكذا وكذا، فهو مبطل وهو كذا. الناس ما كانوا قد سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا وصلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النظرة جعله الله في خدمة هذا الدين. إن الله يؤيد هذا الدين برجل الفاجر. هناك فجار يستخدمهم الله، ليس لهم أجر في ذلك ولكن الله يستخدمهم. فيقع الآن نوع من الوعي الديني، نحن الآن ربما نضيق به، ولكنه في الحقيقة هو شيء يبعث على الأمل، أن الناس أصبحت الآن تتفطن إلى بعض الأشياء كان أكثر كثير منها أو أكثر منها كان يقع فلا يهتم به أحد. وإذا ترون هذا السجال، ما كنا نسمع إنسان يتحدث عن إفطار في رمضان ولا أن يريد أن يسوغ للناس الحرية الجنسية، ما كان هذا موجودا أساسا للأمة، ولكن الناس هؤلاء اندفعوا فيه. فشاء الله تعالى أن يبرز قيمة ما في القرآن وما في السنة ونوعية الأسرة المسلمة ونوعية الأخلاق والقيم التي ربما كان الناس جاهلين بها أو غافلين عنها. فيقع الآن شيء ما، وفي نهاية المطاف كما وقع في التاريخ دائما يخرج الإسلام منتصرا. عمر الإسلام يخرج مندحر من أي معركة من المعارك، وإنما خرج الآخرون مدحورين مذمومين هابطين خسروا المعركة من الأصل، لأنه أصلا لم يكن لهم شيء يدافعون عنه. الذي يدافع عن الفساد، ما القيمة المضافة التي يضيفها للناس حينما يعم الفساد؟ الفساد موجود في كل الحيوانات، موجود هذا السفاد والسميت والعلاقات موجودة في عالم الحيوانات، في البقري موجودة، في التيوس موجودة، في الدجاج موجودة. شنو القيمة المضافة تجيب أنت تقولنا أن أي واحد يتلقى مع واحدة يمشي يسد معها ولا كذا؟ زعما هذا شيء حاجة جديدة جبتها لنا؟ هذا شيء ما يقول واحد ما أنا لا أكل لا أفطر لا أصوم، مبروك عليك مالكش تصوم مزيان، وشوف كي تكون تفطر شكون اللي يكون قدامك، كي تكون تاكل في الشارع شوف شكون اللي يكون قاعد قدامك ياكل، واش غادي يجي عندك شي واحد حكيم يكون قاعد قدامك، شي عاقل يجبر شي كلب حتى وياكل قدامك وصافي، انت تاكل وياكل كلب يجبر شي حاجه ياكلها وانت راك تاكلها صافي. هذا هو هذا هو هذا المستوى الدرك. هذه اشياء لابد ان تعي الامه ان لها قيما وتعرف وكيف تدافع عن هذه القيم وتلزم بهذه القيم، لأن الكلام في هذا ليس كلاما عاديا أو سهلا، وهو كلام لأن له تداعيات كبيرة جدا على مستوى سمعة الأمة وشرف الأمة وشياء وأشياء. فيتبين لك أنك تتعامل الآن مع ناس ليس لهم عقل أصلا، لأنك حينما تريد أن تواجه بنظرية تخاف منك قول السيد عنده شي حاجة، لكن حينما تريد فقط أن تتخفف من كل القيم، ولا ما سيدي اللي بغى يسرق يسرق، اللي بغى يسكر يسكر، اللي بغى يزني يزني، واللي بغى كذا واللي بغى كذا. ومزيان هذا حضارة جديدة راك تجيبها البشري. هذا كله كل شيء يدل على سقوط الذين يقولون به، والأمة لا يمكن أن تستجيب لهذا أو تؤمن بهذا ولا أن ترضى بهذا. وهي في نهاية المطاف سوف تعرف أن هذا كله هراء وسيذهب جفاء، ولكن الأمة مع ذلك مطالبة بأن تتعلم. أنا دائما أشير إلى القضية تعلم، أن يتعلم الإنسان دينه. إذا رأيتم الأمة معرضة عن قراءة
الكتابة سيكون هناك ضجيج ولكن لن يكون هناك علم. فلذلك دائما يقرأ الناس، يجب أن يقرأ الناس في الحاضر، في الماضي، في المذاهب الفكرية، فيما مرت به البشرية، لأن هذا هو الضمان لأن تبقى الأمة إن شاء الله أمة راشدة وأمة على الخير بإذن الله. ولكن كما قلت هذا فيه دائما إشادة أو رفع من قيمة هذه الدعوة المحمدية، دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيمه مبادئ كل يوم ترتفع في السماء. ولذلك يخافونها منها الخائفون من خارج البلاد الإسلامية ومن الذين لا يريدون أن ينضبطوا، أي الآخرون يقولون الإسلام قادم قادم قادم، مش قادم لأنك طبعا الإسلام قادم، لما تقول الإسباني بأن النظام الربوي قتلك قادم هو قبل هذا النظام، لما تقول الإسلام جاي ليحررك، جاء ليمنعك من هذه التعاملات اللي كنت غرق فيها، جاء ليحميك، ما الذي يدعوه إلى أن يتمسك بشيء يهدمه ويدمره؟ الإسلام واضح، حجته واضحة، وفي كل أشياء نتحدث عن السيدة وللإسلام حل في هذا، نتحدث عن تفكك الأسر وللإسلام حل في هذا، وإلى غير ذلك من الأشياء التي هي من بركات الإيمان بهذا الدين. وإنما كما قلت دائما يحتاج هذا الدين إلى أن نتحدث عنه وأن نبينه وأن نبرزه وأن نتعمق فيه وأن ندرسه. وهذه بنيات الطرق والأشياء اللي في السبعينات، إيش كان شي واحد في السبعينات؟ تعرفوا إيش كانت السبعينات؟ ما تعرفوش كان يعني سيقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول له ندموا على بسم الله الرحمن الرحيم، كان شي واحد والإسلام دائما هو بها. حتى اللي كانوا ضد الحجاب هما النساء ديالهم راهم داروا الحجاب، ها المراه ديال التونسي هذاك قال العاد الاشياء اللي عنده راه ما كاينش تلبسي انت ياك، هذاك الشيء اللي كنا ندبزوا عليه، هذاك اللي كنتوا تضربونا عليه هو ذاك اللي راكم ديروه انتم الان، شفتوا ذاك الان كذا، وكانهم يعرفون انهم كان، لان الاصل ان الانسان حينما يعيش على بعيد عن الاسلام ان لا على الاقل تمشي للمراه تاخذ لباس وتصور به، شنو هي؟ تراجع، اعتذار، كشف للخطأ، بمعنى أننا كنا مخطئين، ما كانوا إلا مخطئين كذلك. إذا إن شاء الله هذا بقي إن شاء الله في الدرس المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا نظرت نسيت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.